تتجه أنظار عالم الرياضة بأسره مرة أخرى إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث يجتمع الرياضيون من أكثر من 50 دولة ومن 4 قارات مختلفة للتنافس في 20 رياضة خلال 10 أيام من المنافسات الرياضية والتي تبدأ في 12 من مايو. تقام مراسم افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2017 في باكو في استاد باكو الأولمبي، والذي يعد تراثاً ملهماً يذكرنا الألعاب الأوروبية الافتتاحية التي عقدت في 2015. سوف يتضمن جدول الألعاب أيضاً 5 أيام من المنافسات الخاصة بالرياضيين والمعاقين. تتنافس 8 فرق للحصول على الجائزة الذهبية في منافسات كرة القدم في باكو 2017، والمقامة في 4 ملاعب مختلفة في مختلف أرجاء المدينة. وتنافس دولة أذربيجان المضيفة فرق تركيا، المملكة العربية السعودية، الكاميرون، المغرب، عمان، فلسطين والجزائر. وتتكون دورة هذه المباريات بأكملها من 16 مباراة، وسوف يتم عقد المباراة النهائية في استاد توفيق بهراموف الرياضي. يوم الافتتاح سوف تبدأ منافسات الجمباز بالجمباز الإيقاعي ويتبعه الجمباز الفني، وسوف يتنافس الرياضيون في واحد من أجمل مواقع المدينة وهي صالة الجمباز القومية في أذربيجان. ويستضيف مركز باكو المائي الساحر والذي يقع على سواحل بحر قزوين منافسات السباحة والغوص، والتي من المتوقع أن يشهدها ما يزيد عن 6000 متفرج. وعلى بعد خطوات قليلة من مركز باكو المائي وبمحاذاة جادة شارع باكو الواسع الرحب، توجد صالة باكو الكريستالية والتي تم إنشاؤها في الأصل لاستضافة مسابقة يوروفيجن للأغاني عام 2012. أما مجمع حيدر أليف الرياضي سيشهد مرة أخرى أياماً وليالي رياضية ممتعة ومبهرة من الدراما الرياضية، حيث أنه يستضيف 5 منافسات رياضية وهي رفع الأثقال والكاراتيه والتايكوندو والجودو. سوف تشهد ألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في باكو عام 2017 ظهور رياضات جديدة مثل رياضة الوشو، وهي إحدى صور القتال الحديث غير المسلح، وتمثل شكلاً مطوراً من الفنون القتالية الصينية القديمة. والزوروخانا، تتكون كلمة الزوروخانا من كلمتين، زور والتي تعني القوة أو الطاقة، وخانا والتي تعني بيت، أي بيت القوة أو بيت الطاقة. في هذه الرياضة يدور القتال بين المتنافسين باستخدام بعض الأدوات اليدوية. علاوة على ذلك سوف تكون هناك العديد من الألعاب الأخرى مثل تنس الطاولة وكرة اليد، وسوف يتم عقدهما في مركز باكو الرياضي والفكري والذي حاز على العديد من الجوائز. ويشهد مركز الرماية في مدينة باكو منافسات الرماة في ساحات الرماية التي يصل اتساعها إلى 300 متر. ولا شك أن هذه المنافسات الرياضية التي تقام ضمن فعاليات ألعاب التضامن الإسلامي في باكو عام 2017 تمثل برنامجاً ممتازاً يتيح الفرصة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومشاركة مشاعر التضامن والوحدة والسلام والتميز.